مساء الخير لكل مشاهدي الاو تي في هذه الحلقة الجديدة ولكن الاستثنائية من رح نبقى سوا مباشرة من دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني رئيس كتلة ضمانة الجبل المير طلال أرسلان من خلدي، ومعه رح افتح واناقش كل الملفات. ماذا بعد العقوبات الامريكية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل؟ هل ستؤثر على مسار تأليف الحكومة؟ ماذا عن التمثيل الدرزي وعن صعيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جوبلاط؟ ماذا يريد طلال أرسلان من الحكومة الموعودة؟ ما مصير التدقيق الجنائي؟ كل هذه الملفات رح نقشها معك مير طلال، شكرا على هذه الاستضافة من خلدي. أهلا وسهلا فيكي. سأبدأ مباشرة بموضوع الساعة وهو العقوبات الأمريكية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. ما بعرف إذا فاجأكم هذا التوقيت، كيف قريتوا بتوقيته مع مغادرة رئيس ترامب وفوز بايدن؟ نتائج شبه محسومة بيطلع هذا القرار، ماذا قرأت فيه؟ أول شيء الكل بيعرف أنه ما كان مفاجأة لحدا، يعني كان عم ينحكى فيه من أكثر من شهر يعني هذا الموضوع. وأنا بعتبر أنه هذا القرار هو قرار يستند إلى عقوبات سياسية ناتجة عن مواقف سياسية بشكل كامل. ووضح عنا امبارح الوزير جبران باسيل وأعطى تفاصيل عن هذا الموضوع، وما كانت مستغربة، يعني كنا عارفين نحن وكل اللبنانيين عارفين انه واصلين ليوم بده يتم في ادراج اسم الوزير جبران باسيل على لائحة العقوبات. طيب لماذا هذا التوقيت مع مغادرة ترامب؟ هلق انا عندي رأي خاص بموضوع الادارة الامريكية وموضوع الانتخابات الامريكية، ما بدي استبق الامور. برأيي يمكن يصير في مفاجآت بهذا الموضوع. ما بعرف إذا بيرجع ترامب أو بكفي جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة، لأنه عم نشهد اليوم شد ناس سنة 2000 تقريبا. صح، تكرير السيناريو قد يتكرر، قد يعني يتكرر، لأنه بال2000 كل الناس هنأت ألغور وجورج بوش بالانتخابات، وإذ تفاجأت الناس أنه عادت المحكمة العليا أعطت حسب الفرز اللي عملوه جورج بوش. وبالتالي ما بدي استبق هذا الأمر، خلينا ننطر ونشوف. طيب أنا حأحكي على الانتخابات، بدنا نكفي أكيد عقوبات، ولكن بما أنه عم نحكي عن هذه الانتخابات الأمريكية، يعول فريق في لبنان أنه على سياسة بايدن تكون أطرى ألين، ما بعرف، تجاه إيران، وبالتالي سينعكس هذا الأمر على حزب الله، برأيك مير طلال؟ في كتير سيناريوهات، يعني حتى نحكى قبل، إذا بتتذكري أو إذا وصل لك هذا، وصل أجواء أنه حتى إذا أعيد انتخاب ترامب رح يصير في مقاربات مختلفة، وبالتالي هذا الأمر أنا رأيي بكير نحكم عليه، عم أهل الواصل ليوصل، ما نستعجل الأمور مثل ما تعودنا بلبنان دائما نبلش نحلل هذا. خلينا ننطر ونشوف النتائج. إذا ترامب أعيد انتخابه أو أعيد إعلانه كرئيس جمهورية، بينشاف شو على أي خطوات بده يقدم على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام، وإذا كان بايدن كمان بدنا نشوف على أي خطوات بده يقدم. يعني فلننتظر ونرى. أنا بفضل هيك. طيب بالعقوبات الأمريكية، قبل شوي في كلام لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جوبلاط يقول فيه أنه أنا من البداية قلت هذه العقوبات ما رح تضعف حزب الله ولا رح تأثر فيه، بالعكس رح تضعف اقتصاد لبنان والشعب اللبناني. صحيح. توافق وليد جوبلاط على هذه النظرية؟ صحيح، لأنه كل العقوبات اللي انعملت بالأساس، هذا الكل بيعرف أنه هيدي عقاب للشعب اللبناني وللماس الشعب اللبناني،
وللدولة اللبنانية وللاقتصاد اللبناني وللدورة الاقتصادية اللبنانية والدورة المالية في البلد. والكل بيعرف، مش سر على أحد، أنه هذا الأمر لا يتأثر به حزب الله لا من قريب ولا من بعيد. طب بكل صراحة أستاذ طلال إرسلان، ألا تعتبر هذه العقوبات تستهدف المسيحيين، شريحة مسيحية، التيار الوطني الحر؟ مع أنه السفيرة الأمريكية خلينا نكون واضحين اليوم تقول أنه لهيدي العقوبات على فرد ونحن منا مستهدفين التيار أو أي حزب. ستنا أنا من زمان عندي تخوف، وهذا الكلام منه جديد، من زمان عندي تخوف على الوضع المسيحي بشكل عام بالشرق، وبدأت تظهر ملامحه من سنوات، مش من هلأ، من سنة 75 وبداية الحرب اللبنانية بوقتها كان مبين ملامح، وكان في حتى تصريحات وإعلام وهذا. والكل بيعرف أنه هجرة الأقليات دائما تكون الهجرة البعيدة اللي ما إلها أمل بالعودة. هذا مش هناك، أنا دائما عندي هذا التخوف. شاهدنا ماذا حصل في العراق، وقد نزلت نسبة التواجد المسيحي في العراق، ولصالح من؟ بالنهاية لصالح إسرائيل. وهذا أضعاف القوى المسيحية في تواجدها المباشر في الشرق الأوسط، هو لصالح إسرائيل بالمطلق. يعني في تخوف كبير من، أنا من زمان عندي هذا التخوف، من زمان عالن هذا الموضوع من سنوات، وسنوات طويلة مش من هلا. طب في هذه العقوبات أمير طلال، تقول الخزانة الأمريكية أنه في فساد والوزير باسيل فاسد، وبتعطي ولو ما في مستندات، يعني بتعطي التواريخ أنه بالطاقة. العقوبات على الوزير جبران باسيل برأيي أنا هي عقوبات سياسية بشكل واضح وصريح. الفساد له طرق أخرى بمقاربته، وله ناسه ومعروفين بالبلد بشكل عام، مش جديد. ولح أعلم بس موضوع واحد، هو التدقيق الجنائي. مين اللي بيكشف الفساد بالبلد؟ طب ما نضل نتهم بعضنا بشكل عام. يعني مصرف لبنان بيقول انه هو بريء من هدر المال الناس وسرقة اموال الناس، لانه هو عمليا تم سرقة لاموال الناس وتم المتاجرة باموال الناس. بيقول مصرف لبنان انه هو بريء، انه هو دين الدولة. هو كان عم بدين طيب الدولة. ممتاز. الدولة مين؟ الدولة مين القيمين على الدولة؟ ما حدا بيكشفها الا التدقيق الجنائي. مش هناك، انا برأيي انه اذا جديا مطلوب محاربة الفساد وكشف حقيقة من هم الفاسدون في لبنان، خلينا نمشي كلنا بالتدقيق الجنائي، وخلي امريكا وكل الدول الغربية تساعدنا باعطائنا المعلومات حول كيف هربت الاموال وكيف سرقت الاموال وكيف نهبت الاموال وكيف تصدرت الاموال الى حسابات في الخارج. ساعتها ببين حقيقة، لأنه من حق الشعب اللبناني، ما نلتهي اليوم بحكومة أو بغير حكومة، حق الشعب اللبناني الذي سرقت أمواله وسرقت جنى عمره سرق منه، أنه يعرف مين المسؤول عن هذه السرقة الكبرى اللي تمت بالبلد. وهون أنا لفتني مبارح، بدك تحكي على تغريدي، مبارح لفتني حديث لصديق كبير وأخ كبير بالنسبة لي الدكتور حسن حمادي على الان بي ان، لما قال انه نحن في لبنان حطينا طوق العبودية الناس بشكل عام على رقبتها وسلمتها للزعماء، والزعماء حطوا طوق العبودية ايضا على رقابهم وسلموها لدول الخارج لتلعب فينا، ودول الخارج حطوا الطوق على رقابهم وسلمونا للصهيونية العالمية. من لا يريد التدقيق الجنائي في مبين لبنان؟ الكل عم يحكي ليخربط، في كتار عم يحكوا ليخربطوا التدقيق الجنائي، واكبر مثل على ذلك التدقيق الجنائي اللي كان مطلوب ان يتم على مصرف لبنان، هذا فرغوه من مضمونه وما وصل لنتيجة. مش هناك، نحن منطالب بالتدقيق الجنائي على مصرف لبنان وعلى كل مؤسسات الدولة.
والمؤسسات العامة في الدولة بإطار الحديث عن والصناديق وغيرها. عم تحكي على كل المؤسسات والصناديق؟ طبعا طبعا. لأنه قال رئيس الجمهورية إذا نجحت رح تنسحب على كل مؤسسات الدولة. ما فيها ما تنجح، لأنه هي هي اللي بتكشف حقيقة كيف تم هدر وسرقة أموال الناس وكيف تم استثمارها لسياسيين على ظهر الناس. بس ألا تعتقد مير طلال هناك من ما بدي أقول زور ولكن تلاعب في العقد يلي كان موقع مع شركة ألفاريز أند مارسل، وهنا يقال أن وزير المال يعني ما التزم بملاحظات رئيس الجمهورية، هل يتحمل الرئيس بري كمان مسؤولية في هذا الموضوع؟ ستنا الكل يتحمل مسؤولية من طبقة سياسية بالبلد مفترض فيها في هذا الظرف اللي وصلنا له ما تلتهي بشيء إلا تلتهي باسترداد الأموال المنهوبة، وهذا حق طبيعي للشعب اللبناني أنه يعرف الشعب اللبناني من الذي سرق أمواله ومن الذي سرق مدخراته ومن الذي سرق أموال الدولة واستثمرها لمصالح شخصية. ساعتها فينا نعرف إذا المطلوب رأس الفساد في لبنان نعم أم لا. بإطار هذا الحديث يقول الرئيس بشار الأسد في له تصريح لافت أنه من بين الأسباب الأزمة اللي فقمتها في سوريا هي أموال السوريين يلي كانوا في المصارف اللبنانية وما عاد قدروا يظهرون. طبعا هذا التصريح لقى تغريدة ما بعرف في سمية نارية من وليد جنبلاط وتهجم بطبيعة الحال على رئيس سوريا وقال أنه بالآخر هل نظرية تحقيق الجائع تصب بهذا المنحى؟ واتهموا قصة النترات هذا يعني. هذا الموضوع تسألي لوليد جنبلاط شو خلفياته بهذا الموضوع. أما أنا بالنسبة لي إيه صحيح هنالك أموال للإخوان السوريين في لبنان تفوق ال 17 مليار دولار، وعم ينحكى أنه ممكن توصل لل 40 مليار دولار. أيضا تم صار وضع مثل وضع حسابات اللبنانيين. بس هي فاقمة الأزمة برأيك بسوريا؟ الأزمة الاقتصادية؟ لا بس جزء منها، بس هذه أثرت على الاقتصاد السوري مثل ما تأثر لبنان. مش هناك لما كنا نحكي نحن بالماضي وهلق برجع بكررها إنه في شيء اسمه بالسياسة جيوبوليتكس، نحن والسوريين إن شئنا أم أبينا مرتبطين بشكل أو بآخر اقتصاديا وماليا وجغرافيا واجتماعيا وسياسيا ببعضنا البعض. طيب بس التهريب اللي عم بيصير إلى سوريا من لبنان كمان هيدا في نظريات كتير وفي حكي كتير عن هذا الموضوع. أنا بدي أسألك سؤال، إذا نحن اللبنانيين قصرنا بحق نفسنا بمتابعة قصة الأدوية من متابعة هلق مثلا في قصة رفع الدعم، طيب هيدي مين بطال؟ يحكى انه ممكن يكون بطال. امام رفع دعم تدريجي بس بعد ما بس مين بطال؟ بطال الشعب اللبناني بشكل المواطنين. عام المواطن اللبناني حاجة نفش خلقنا بالناس وبغيرنا لنستر عيوبنا في الداخل في البلد. هاي السياسة ما بقى تزبط، ما انفضحت الامور وصارت كلها معروفة. طب بالعقوبات الامريكية حكي أنت تعتقد وأنت تسلم بأنه الوزير باسيل ليس فاسدا صحيح؟ صح صح. الحليف يعني رئيس تيار مردة سليمان فرنجية اليوم كمان له تصريح بيقول فيه أنه يتبنى موقف باسيل بحسب سليمان فرنجية أنه لما طلعت العقوبات على علي حسن خليل الوزير والوزير يوسف نيانوس أنه سمع من التيار عم بيقولوا هلأ بيّن من الفاسد والمرتكب، وبالتالي اليوم بيتبنى هذا الموقف أنه بيّن اليوم من الفاسد أو المرتكب. أنا بتسأليني عن رأيي كحليف، بتسأليني عن رأيي إيه بس كحليف رأيي لا. أنا واضح وصريح، العقوبات هي عقوبات سياسية لا تمت إلى الفساد بصلة، والذي يريد رأس الفساد في لبنان يدعم اللبنانيين بالتدقيق الجنائي. نقطة على السطر هذا التدقيق الجنائي هو اللي بيحدد من هو الفاسد، مش طلال أرسلان بحدد مين الفاسد ومين مش الفاسد، مش أمريكا كمان بتحدد ولا حدا بحدد، التدقيق الجنائي هو اللي بحدد. خلينا نفتح هذا الدفتر
كله سواء على كل الناس، على كل مؤسسات الدولة بدءا بمصرف لبنان إلى مؤسسات الدولة إلى الصناديق، لا ينعرف حقيقة صندوق المهجرين، هذا كله سواء، كل الصناديق لا ينعرف ساعتها من هو الفاسد في البلد. برأيك سنصل إلى نتيجة ولا التدقيق الجنائي ولد ميتا، مع أنه رئيس الجمهورية يصر وماشي في هذا الطريق؟ يعني يمكن إذا الشعب اللبناني بفك طوق العبودية اللي حكى عنه خينا حسن حمادي بالأمس، إيه منوصل لنتيجة، بس خلينا نحدد الهدف والمسار وإيه منوصل لنتيجة. بس إذا كفينا هيك ما رح نوصل لنتيجة بشيء، لا بهي ولا بغيرها. كفى. إذا نحن عم بتقول هيك مير طلال، وهذا كلام خطير، إنه نحن ما حنوصل لمطرح، لأنه في رغبة في الإصلاح، ولكن في رغبة من تاني جهة كمان في العرقلة وعدم كشف دفاتير الماضي. ما حدا عنده مبرر منطقي يقول أنا برفض التدقيق الجنائي. ما حدا عنده مبرر ومسموح لحدا يرفض التدقيق الجنائي، لأنه بالنهاية هذا مال الشعب، مال الناس، سرقت ونهبت واستثمرت. بس في تصريحات وهربت بتشجع. وهربت إلى الخارج. مين مسموح كسياسي لبناني يكابر ويقول أنه لا ما بدي أعرف مصار الناس وين راحت؟ في تصريح عم بتقول وكأنه تستشف منه ما بدون التدقيق. مش هناك أنا شو قلت لك هلأ؟ قلت لك إذا الشعب اللبناني حقيقة ثار ب 17 تشرين الماضي من سنة وشهر، سنة وشهرين ثار من هذا، يركز على هذا الموضوع. شو بده بالمواضيع الثانية؟ عال ما زال عم تحكي على الثورة. مظبوط، إذا في التدقيق الجنائي، إذا فعلا هناك نية للإصلاح، وين مير طلال اليوم الثورة، الانتفاضة يلي كان عندها معلي في مطالب محقة جدا، والشعب تعب، الشعب جاع، أين هي اليوم هذه الثورة؟ هل تعتبر أنه هذه الثورة إذا ما ضيعت حالها بشعارات عديدة لا تمت إلى صلة بحقيقة الأمر الواقع؟ عادة الثورات بتركز على موضوع، على موضوع أساسي. نحن بلبنان نعاني هلق بالوقت الحاضر من سنة وجاي أو من سنة وشهر وجاي، هو سرقة أموال الناس. سرقة أموال الناس تتطلب التدقيق الجنائي في كل مؤسسات الدولة، لأنه من حق المواطن اللبناني أي كان أنه يعرف مصير أمواله، وأي تغاضي عن هذا الموضوع هو تواطؤ بتغطية سرقة المال العام اللي تمت بالبلد. طيب ليش وصلنا لهون مير طلال؟ لما اليوم لبنان، هناك من يقول في طرف بيقول العهد فشل انه يقدر يعمل شيء، وبالعكس زاد الازمه، بالوقت يلي الطرف الاخر مقابل بيقول انه هيدي سياسات متلاحقه. صرنا 30 سنه بالبلد متابعين سياسه الترقيع. من رقع محل بتفخت بمحل، من رقع محل بتفخت المحل. انا رايي اللي كل عم بكربر والكل عارفه وما بده يعترف فيه، نحن عايشين بأزمة نظام حقيقية بالبلد. أزمة نظام سياسي حجبقا كبير. ماكرون نفسه لما إجا على بيروت، إذا بتذكري بأول زيارة حكي أنه لبنان بحاجة إلى عقد جديد. إلى عقد جديد. طيب لوين بعدنا عم نكبر كلبنانيين؟ نحن بطل عنا أمل بهالبلد أنه ممكن ينهض ويوقف على جراي إلا بالدولة المدنية، إلا بالذهاب صوب الدولة المدنية. هذا الدستور اللي عنا اللي سموه دستور الطائف، هلأ كيف عايشين نحن اليوم؟ بشحن طائفي ومذهبي وعنصري ما شهده لبنان بعمره، بتاريخه ما شهده. لشو المكابرة؟ وبدي أقول أنا أنه الإعلام اللي هو السلطة الرابعة بالبلد بتمنى عليه أنه يركز على نقطتين أساسيتين، لأنه ممكن يساعد كتير الشعب اللبناني ويساعدنا عليه. لأن التدقيق الجنائي أول نقطة، وثاني نقطة الدولة المدنية وتظهير أزمة النظام السياسي الحقيقي بالبلد. ما ممكن أي إنسان ينجح في ظل هذا النظام،
ما خص مين رئيس جمهورية ومين رئيس وزارة ومين رئيس مجلس. هذا نظام ما بينتج إلا الفساد والإفساد والسرقة والاختلاف والضغينة بين الطوائف وبين المذاهب، بعنصرية ما شاف العالم. لوين بعدنا عم نكابر بهالموضوع؟ بس ألا تعتبر أنه في أطراف بتفضل الحرب الأهلية على تغيير النظام في لبنان؟ مين بيطلع ربحان؟ جربنا الحرب الأهلية، عشو فطرنا دخلي 15 سنة راح 200 ألف قتيل شهيد لبناني. مين طلع ربحان يعني؟ فطرنا على الطائف؟ رجعيني لدستور 43 اللي كان متقدم أكثر بكثير، وأنا مسؤول عن كلامي عن دستور ما يسمى بالطائف. ما كان فيها الروحية اللي موجودة اليوم واللي استغلت بالنظام السياسي الفاسد اللي ما بيشجع إلا الفساد والإفساد وما بيحمي إلا السارقين. نحن ما عرفنا كيف نحول الدولة من دولة المزرعة الطائفية المذهبية العنصرية إلى دولة المواطنة. طيب لأيمتى ما ننطر؟ بس أنت مقتنع أمير طلال أنه فعلا نحن قد نكون أمام تغيير نظام يعني؟ أنه ولا هيدا حكي شعارات لا أنا مش شعارات، أنا عم بحكي بالموضوع من 2009. مش أنت عم قول الواقع رح يصير هيك لأنه أنت رئيس الجمهورية ولا دليني على استحقاق واحد نعمل بعد 2005 لحد تاريخ اليوم، استحقاق واحد إن كان دستوري أو حكومي أو نيابي قدرنا نعمله مثل عالم والناس. استحقاق واحد. كم مرة جربنا نألف حكومة نقعد سنة وتسعة أشهر وسنة ونصف نألف حكومة؟ هاي شيء طبيعي؟ عم بسأل، هاي شيء طبيعي بالبلد؟ هيك طبيعة الناس؟ الدول اللي بتحترم حالها هيك بتقعد؟ هيك مصيرة؟ تحت أي شعارات؟ شعارات طائفية ومذهبية. طيب نحن هالبلد رئاسة الجمهورية صحيح هي للطائفة المارونية الكريمة لأخواننا الموارنة، ورئاسة الوزارة لأخواننا السنة صحيح، بس بالنهاية لما بيتبوأوا هذه المسؤولية صارت هي ملك للشعب اللبناني مش ملك لطوائفهم. ورئاسة المجلس ذات شيء. نحن وين رايحين بالبلد؟ نحن صرنا إذا بدنا نكتب كتاب تاريخ بدنا نزور بالتاريخ لنعمله على قاعدة التوازن بين المسلمين والمسيحيين. أنت بتعرفي أنه أدب عربي ما بيتعلم بالمدارس الرسمية إلا على قاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين؟ مع الأسف يعني أنه طيب هيدا نظام بتقليلي طبيعي عايشين فيه نحن بالقرن 21؟ شو مستقبل أولادنا فيه؟ شو مستقبل أولادنا فيه؟ كل اللي حكى عنه الرئيس الفرنسي وقبل شوي حكيت عن العقد الجديد ذهبوا أدراج الرياح؟ إيه لأنه حكي فيهم ماكرون لما إجا أول مرة هيدا وما عادش حكى فيها. ليش برأيك؟ أنا بدي أسألك، البطرك الراعي ما حكي بالعقد الاجتماعي الجديد؟ بلا. طيب ليش بطلنا؟ قوى سياسية عديدة نحن حكينا، سماحة السيد حسن نصر الله حكي، الرئيس نبيه بري حكي انه ما بقى في خلاص الا بالدولة المدنية، رئيس جمهورية فخامة الرئيس حكي اكثر من مرة انه نحن عم نبرم بحلقة مفرغة. صحيح. طيب ما بدنا نسمعه؟ مسؤولية مين هاي؟ مش مسؤوليتنا؟ مش ضميريا تجاه شعبنا وما نمثل يجب أن نخرج هذا الشعب من هذه الدوامة؟ قادرين بعد نخرجه؟ هل قادرين المسؤولين؟ إذا فكينا طوق العبودية. طب ما زال عم نحكي عن هون في أطراف كمان مير طلال بتقول أنه ما وصلنا إليه يتحمل حزب الله جزء كبير منه، هذا الحصار الدولي الغربي الخليجي المفروض على لبنان، شفنا مع حكومة حسان دياب الرجل لم يزر أي دولة، ما في مساعدات، هناك انهيار. سأليني ليش وصلنا لهون؟
هسألك مش ما ليه؟ تسأليني ليش ما تسهل أمر حسان دياب؟ لأنه بالثلاثين سنة الماضي شو تأسس بالبلد؟ صارت أموالنا، لما نحن منقول أنه صار حجم الدين العام بين دولة وبين مصرف لبنان 116 مليار دولار، هاي مسؤولية مين؟ مسؤولية السعودية والإمارات وسوريا وإيران وأمريكا وفرنسا، مسؤولية مين؟ مش مسؤولية السياسات المالية اللي اتبعت وغياب 30 السياسة سنة الاقتصادية وغياب السياسة الاقتصادية وضرب الميزان التجاري بالبلد بشكل فاضح، الخلل بالميزان التجاري بالبلد اللي صار، هذا اللي اتكلنا على الاستدانة، ضربنا زراعتنا وضربنا صناعتنا وضربنا كل إمكانية الاستثمار لصالح البلد، وحولنا البلد، باقتنعنا انه البلد لا يقوم الا على قاعدة بلد الخدمات، دولة الخدمات. بدولة الخدمات ما بقى فيك تنافسي، واثبتت التجارب انه ما قدرنا ننافس. لا شك انه السياسات على مدى 30 سنة سياسات خاطئة، سياسات بدها تصويب، انتقال من الاقتصاد. ستنا بدي قطع كلمة، تفضل. بدها تصويب، بس هيدي دفعنا حقها هلا. عم تقول وصلنا هلا للقعر وما بقى فينا نعمل شيء. ايه انا عم قول نمشي بالتدقيق الجنائي لنعرف وين راحت الاموال، ولنسترد الاموال المنهوبة للدولة ولمصرف لبنان ساعتها، ومال الناس تسترد اموالها، نعرف حقيقة شو صار، لانه انا بعتبر اللي حصل بلبنان سرقة العصر. مين اللي سرق؟ التدقيق الجنائي لازم يقلنا مين اللي سرق. ليش بدي انا اتهم، بدي زد اتهامات ويقولوا طلال ارسلان اتهم فلان او فليتان من خلفيه سياسيه. خلي التدقيق الجنائي يشرف على البلد ويقلنا وين راحت اموال الناس. طيب السياسات الاقتصاديه اكيد لها حق كبير، والسياسات الماليه طبعا، والسياسات الماليه كمان. بس انا اللي بدي اقوله بموضوع السياسات الماليه والنقديه، الكل يعلم انه حاكم مصرف لبنان هو عم بيطبق ما يقال منه وما يطلب منه، وعم بيدين الدوله. شو بيعمل يعني حاكم مصرف لبنان؟ في سؤال بينطرح، بيطلع بيقول لهم والله ما بدينكم، النواب انتم أمير طلال، النواب أنتوا اللي عم بتوافقوا على هذه القوانين. يعني بدي أعطي مثل بسيط، سلسلة الرتب والرواتب قد ايه حذر حاكم مصرف لبنان منها؟ أول شيء بدي خبرك شغلي، ما في شيء بيلزم مصرف لبنان يقرض الدولة، ما في شيء بيلزمه نهائيا. تنشي السياسات المالية اللي وضعتها الدولة بثلاثين سنة كانت بموافقة كاملة من مصرف لبنان، كانت برعاية كاملة من مصرف لبنان. أنا ما بدي زد اتهامات بالمطلق، ولا بدي أقول رياض سلامي هو المسؤول الوحيد، هذا أنا بدي أقول جيبوا التدقيق الجنائي ليكشف كل حقائق، ليكشف كل حقائق ما حصل في مصرف لبنان وما حصل في مؤسسات الدولة وصناديقها ومؤسساتها العامة، لنقدر نحدد المسؤولية، وليكون عنا أمل باسترداد الأموال التي نهبت اللي هي أموال الناس. ستنا خلينا نوضح للرأي العام حاج، بقى نلتهي نلهي الناس بشعارات. ما في شيء لما تقولي مال عام، شو معنات مال عام؟ الدولة كأنتيتي مش مستقل عن جيوب الناس. المال العام يعني مال الناس بالمباشر، مش بالغير مباشر، بالمباشر. وبالتالي من حق المواطن اللبناني يعرف كيف تم سرقة أمواله وكيف نهبت أمواله اللي هو بالتالي مدخراته اللي الشخصية اللي كلفته حياته لا يحافظ عليها أو لا يستثمر.
طب بس ألا تعتقد كمان أنه حزب الله يلعب دور كمان سياسات حزب الله في المنطقة وهذا الحصار على لبنان وأقل خليني أقول بالسنوات الأخيرة؟ أنا ما عم أقول أنه ما خص السياسات، لا، سياسات اقتصادية مورست وسياسات مالية، بس كمان ألا يتحمل فريق في لبنان يعني مسؤولية ازدياد الانهيار؟ أنا ماني شايف أن الدول واقفة بالصف لتعطينا، بس الدول حذرت من حكومات. لا، أنا بدي أعطيك مثل بسيط. المبادرة الفرنسية عشو قامت؟ قامت على حكومة تكون اختصاصيين، حكومة شوي حكومة اختصاصيين. شو تعمل؟ تنفذ إصلاحات مطلوبة بورقة، تدقيق الجنائي، الكهرباء. كذب، شو هاي كلها عناوين؟ كل المبادرة الفرنسية قائمة على سياسة الاستدانة، الذهاب إلى صندوق النقد الدولي. المبادرة الفرنسية بجوهرها شروطا في شروط صندوق النقد الدولي، الذهاب إلى صندوق النقد الدولي. طيب الذهاب إلى صندوق النقد الدولي بأي ثمن؟ أنا كنت أتمنى، بس في حل غير أنا هيك. كنت أتمنى في حل، طبعا في حل. أي شو هو الحل إذا مش صندوق طبعا النقد الدولي؟ في حل. أنا كنت أتمنى على المبادرة الفرنسية أن تقول أول بند هو التدقيق الجنائي في لبنان، بس ذكروا الرئيس الفرنسي وشدد عليه وكل المجتمع الدولي يقول أهمية التدقيق الجنائي. اليوم الاتحاد الأوروبي اليوم الظهريات صدر بيان، صدر موقف بيقول أنه لا مساعدات من الاتحاد الأوروبي إلى لبنان إلا بالذهاب إلى الإصلاحات، ومرتبطة المساعدات إلى لبنان بموافقة صندوق النقد الدولي. يعني مؤتمر سادر وين؟ طولي بالك علي، خديني بحلمك. تفضل. وين صار مؤتمر سادر يعني؟ ما تنفذ شيء من الإصلاحات المطلوبة يا أمير طلال. كيف من الإصلاحات المطلوبة؟ خلينا نبلش بالتدقيق الجنائي. ليش عم نهرب منه؟ يتفضل رئيس جمهورية فرنسا يقول أول بند في الإصلاح هو التدقيق الجنائي، مش أول بند في الإصلاح تشكيل حكومة من اختصاصيين للذهاب عبر إلى صندوق النقد التفاوض مع صندوق النقد اللي له شروط قاسية على لبنان. نحن شو قلنا؟ حقيقة تأخير الحكومة، شيليني من قصة المحاصصة، رح فوت على الحكومة هلأ بنحكي فيه بالشق الثاني. أوكي، لكن خلينا ننطر. خلينا بالوقت. صندوق النقد الدولي في ثلاث نقاط أساسية. قديش في لبنان يحمله؟ تحرير سعر صرف الليرة، رفع الدعم. صح طبعا. طيب تحرير سعر الصرف. صح. طيب اقتطاع حجم القطاع العام. مزبوط. ما يفوق 40%. مزبوط. صح. ايه، هو لأساس الشروط، هو أساس شروط صندوق النقد. طيب أنا هو بدي أمشي فيهم قبل التدقيق الجنائي لي، ما خليني بديش أعرف أنا مصرياتي وين راحوا. مصريات المواطن اللبناني بديش أعرف وين راحوا ومين سرقهم ومين نهبهم قبل ما روح لأتدين أكثر، لأنه كمان هو كله دين. صح، هذا كله دين. صح. يعني هلق 116 مع صندوق النقد، ما بعرف وين منصير. طيب هاو الثلاثة اللي قلت لك هلق عنهم، ثلاث خطوات، قديش بيحملهم الشعب اللبناني؟ انت بتعرفي كتير منيح ستنا انه بكورونا، أزمة كورونا كتير عم تتفاقم، اللي كتير عم تتفاقم بالبلد، سبقنا الصين بالعدد. اجت الدولة عبر الجيش اللبناني اللي ما إلها علاقة فيها وزارة الشؤون الاجتماعية لا من قريب ولا من بعيد، عملوا 400,000 ليرة مساعدة، كمساعدة رمزية. طيب هيدي دين. صح ولا لا؟ طيب قد ايه لبنان في يحمل هالشروط هاي الثلاثة؟ إذا بدون تطبيق هالشروط عم تدفع الدولة 400,000. اليوم الاتحاد الأوروبي بيقول أنه 35%، أنا رأيي أكثر،
بس هو بيقول بيعترف برقم 35%. أنا رأيي الشخصي أكثر، 35% من الشعب اللبناني تحت خط الفقر. هيدا ايه مظبوط دراسة تقول ممتاز. 35% تحت خط تحت الفقر. إيه طيب كيف أنا بدي أرفع الدعم وبدي أحرر سعر الصرف وبدي أقتطع من القطاع العام؟ شو بصير بالشعب اللبناني؟ طيب عال، أنا مع التدقيق الجنائي، بفتكر اللبنانيين الشعب عم بحكي مع التدقيق الجنائي، بس يعلى هناك صوتنا. أطراف بده ما يعلى. بده التدقيق بده يعلى. الجنائي بده يعلى صوتنا وصوت الشعب اللبناني، وينني ما في حدا عم يعلى صوت وصوت الناس، بده يعلى على التدقيق الجنائي، وإلا نحن رايحين إلى الخراب أكثر ورايحين إلى المأزق، مأزق وراء مأزق. نحن بجهنم ولا رايحين عليها؟ احنا فيها بنصة، شو بدك أكثر من هيك؟ جهنم بنصة. ايه طبعا بنصة. شو طب خلينا نفوت إلى فاصل ومن بعدها نواصل هذه الحلقة مع الأمير طلال أرسلان. عودة لمتابعة هذه الحلقة الاستثنائية من رح نبقى سوا من خلدي مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان. كنا عم نحكي عن خط الفقر، من هن اللبنانية وشو صاير باللبنانية. يبدو 55% تحت خط 55%. وقلت حضرتك قلت يمكن أعلى الرقم. كنت عم بسألك أنه ألا يتحمل حزب الله جزء من مما يحصل، ولا سيما أنه البترك الراعي حكي بأكثر من مناسبة وتشدد يعني بالحياد الناشط والإيجابي. أنا عندي رأيي بموضوع الحياد، قلته على بإحدى اجتماعات طاولة الحوار اللي عقدت بالماضي ببيت الدين. ستنا مش أصل نحن نقول عن نفسنا نحن محايدين، الأصل تشوفي كيف الدول تتعاطى معنا. نحن في الشرق الأوسط، نحن في نص الأزمة ونحن على حدودنا إسرائيل، وبالتالي فكرة الحياد منا فكرة يستطيع اللبناني أن يطبقها على نفسه بقدر ما الآخرين كيف بينظروا لنا. نعم بهذا الموضوع، وأنا هذا الكلام قلته على طاولة الحوار وسجلت بالمحاضر بوقتها. يعني أنت حضرتك مير طلال منك يعني مع الحياد الناشط والإيجابي؟ أنا ما قلت مني مع الحياد الناشط والإيجابي. يا ستنا دخيلك يعني خلينا بس منا نحكي شيء نستند على أرقام. نحن ببلد في 500,000 لاجئ فلسطيني، صح؟ نحن ببلد عم تسرق مياهه، صح؟ نحن ببلد في مليون ونص نزوح سوري، مليون ونص نازح سوري. نحن ببلد بعدنا مختلفين على الخط الأزرق اللي أنا بطبيعة الحال عندي كتير علامات استفهام عن مصداقيته، رح نحكي عنه. أي طيب، نحن في اتفاقية الهدنة سنة 49 مع إسرائيل. كل هذه المعطيات كيف في يكون حياد؟ يعني تقول بظل الظروف الراهنة لا يمكن تطبيق الحياد؟ شيء طبيعي، نحن مش نحن أصحاب القرار إذا كنا نحن مع الحياد أو مش مع الحياد. مش نحن أصحاب القرار، يا ريت نحن أصحاب القرار كنا منشوف طريقة تانية لنحكي فيها، بس نحن عنا ملفات على الأرض الواقع اللبناني موجودة مرتبطة ارتباط مباشر بالصراع العربي الإسرائيلي، مرتبطة إن شئنا أم أبينا. هذا الارتباط واقع مش من هلق، من سنة 48. طيب كيف أنا في يقول أنا على الحياد؟ كيف الدول كيف تتعاطى معي إن كان الغرب أو الشرق بكل هالملفات اللي أنا هلق قلت لك عنها؟ كيف رح نحكي على ترسيم الحدود؟ بس خليني فوت هلا بموضوع الحكومة. هذا الموضوع يلي منكون بأشياء كبيرة بتنزلينا لأشياء صغيرة. مفوضة. ما بدك أشياء كبيرة بالحكومة مير طلال. مفوضة. طيب ما بدك
أشياء كبيرة درزية في الحكومة. ماذا يريد اليوم رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني من الحكومة؟ حكي أنه طلال أرسلان عاتب هناك مثل لا 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 لا. زعل كان عم ينحكى بحكومة من 18 وزير ما بعرف. أنا رفضتها وأعلنت هذا الموقف. أول شيء موقفي أنا واضح وصريح قبل ما أحكي بتمثيلنا في الحكومة. أنا بدي أحكي بالتعاطي مع الدروز في بمقاربة الوضع مع الطائفة الدرزية بكل تأليف حكومي. اللي عم بصير مع الطائفة الدرزية معيب ولا يليق لا من قريب ولا من بعيد، ومش حر لا سعد الحريري ولا غيره يتعاطى مع الدروز بهذه الخلفيات وبهذه الطريقة. وأنا عندي أرقام بدي أقول لك عنها على سبيل المثل. نحن بحكومة الـ 14 وزير بيطلع لنا وزير واحد، صحيح، يعني 7% من تركيبة الحكومة. بحكومة الـ 16 وزير بيطلع لنا وزيرين، نسبة 12.5%. بحكومة الـ 18 وزير بيطلع لنا وزير واحد. بتعرفي قد ايه بتنزل النسبة؟ قد ايه؟ من 12.5% بحكومة الـ 16 تنزل النسبة لل 5.5% بحكومة الـ 18. نيجي لحكومة الـ 20 بنطلع لل 10%. اللي فيها وزيرين خلينا نقول. وزيرين. صح. نيجي لحكومة الـ 22 اللي فيها ثلاث وزراء دروز. نوصل ل 13%. بنطلع لحكومة ال 24 بننزل لل 8%. طيب أنا بدي أسأل سؤال. نحن الدروز في هذه البلد طائفة مؤسسة لهذا الكيان ولهذا البلد. شاء من شاء وأبى من أبى، اعترف من اعترف ومن لا يعترف هو حر. نحن في الواقع نحن أم الصبي في هذا البلد من 1200 سنة وجه. طيب أنا بدي أعطي مثل بسيط. سنة 1947 بتتألف حكومة بلبنان من 10 وزراء، كان للدروز فيها وزيرين. سنة 1949 بتتألف حكومة أخرى من 10 وزراء، أوكي، كان عدد الوزراء فيها للدروز 2. بسنة 1953 بتتألف حكومة بلبنان من 10 وزراء، كان للدروز فيها وزيرين. صرنا اليوم بال 18 وزير، وزير واحد. لا مش مسموحة بكل صراحة، مش مسموحة ومش مقبول. أوكي. ومش مقبول الانصياع لها والقبول اللي فيها مهما كلف الثمن. من ينصاع لهيدي اللي عم بتحكي عنها الرغبه او عدم تمثيل او اعطاء ما حقوق؟ ما بدي اقول انا مين بيصير. الرئيس الحريري؟ انا بدي اقول ايه، مع الاسف مقاربه الرئيس الحريري للموضوع الدرزي هو بتعاطي بخفه، هذا امر مش مقبول وما رح نقبله وما رح نتعايش معه ولا رح نسايره فيه، لا له ولا لغيره. من هذا الموقف المنطلق أنا انطلق موقفي الواضح والصريح. واليوم سمعت موقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي لوليد بيك، صحيح، بيقول فيه خليني أقول أنه كما جميع يدعون العفة ويقولون سنشارك في الحكومة، يحق لي كممثل للحزب التقدم الاشتراكي وللطائفة الدرزية العربية أن أقول أين الدروز من كل هذا الأمر؟ لماذا نعتبر أنه ويجب استبعادنا أو تخصيصنا بمناصب وزارية ثانوية؟ لماذا أنا نعتبر نكرة؟ بدي أقول لك هلق عبرك أنت وعبر هذا البرنامج، أنا بدي أقول لوليد بيك نخرج من القول ونروح للفعل. أنا بقول إنه نحن وليد بيك نعلن موقف واضح وصريح، لن نشارك في حكومة لا تعطي الدروز حقهم الطبيعي دون منا من أحد. وإذا هاي المسألة أنا مستعد روح فيها للآخر وبدون مهادنة بهذا الأمر، لأنه حق الدروز ليس ملكي وليس ملك ولي جملاط مع حفظ الألقاب.
هذا الأمر إذا أنا وليد جملات مختلفين على من يمثل الدروز. إذا كانت حكومة 20 أو 22 نحن نحصل حق الدروز وبعدين لاحقين نختلف على الحصة. على الحصة بس بالأول نحط سقف ممنوع حدا يتجاوزه، هو الحفاظ على حق الدروز الطبيعي في الحكومة وفي كل التشكيلات. نحن بالبلد الدروز الطائفي الوحيد بالبلد عم تتراجع في الدولة، وهذا أمر غير مقبول والسكوت عنه هو جريمة. مير طلال، ألا تريد وزير لإلك في الحكومة؟ شو جوابتك؟ جوابتني أنه خلينا نعلن أنا ووليد جنبلاط. جوابتك بكل صراحة، نحن نحصل حق الدروز ومنختلف بعدين مين بده يمثل، وكل واحد شو الحجم اللي بده يمثله. بس هل برأيك أنا بطبيعة الحال أنا لي تمثيلي الدرزي بدون مني من أحد، هذا أمر طبيعي، ووليد بيك عنده تمثيله الدرزي أيضا أمر طبيعي، ما حدا مختلف عليه لا من قريب ولا من بعيد. إنما التعاطي معنا بهذه النسب اللي عم بقرأ لك إياها، نحن صرنا مثل صارت الطائفة الدرزية ماشي على الكسر بالدولة. بس وليد جنبلاط يريد حكومة من 18 وزير لاحتكار التمثيل الدرزي ولا لا؟ أنا هذا الأمر قلت لك عنه. أنا بالنسبة لإلي نحن كطائفة درزية ما فينا نمشي بالكسر ولا فينا نقبل بالكسر. نحن تتراوح نسبنا من 7% ل12.5 ل5.5 ل10 ل13 ل8، هذا أمر مرفوض بالمطلق. بس ألا تعتقد أنه رئيس الحزب التقدم الاشتراكي سألي له، بس لأنه انحكى كثير أنه يريد أن يحتكر التمثيل الدرزي، وهناك من يقول يحق له لأنه وليد جنبلاط. لا، ما حدا بحق له يحتكر تمثيل الطائفة الدرزية يعني، لأنه الطائفة الدرزية فيها تنوع، هذا الأمر محسوم. بس كتمثيل شعبي أنه عنده وليد جنبلاط وأنت، هذا الأمر محسوم، هذا الأمر محسوم، وفي تنوع بالطائفة الدرزية والكل الناس تعرفه. على كل حال ما ننقل الأمر من مطرح إلى مطرح آخر. نحن في مسألة تمثيل الطائفة الدرزية كطائفة في الحكومة، من حق الطبيعي أن تمثل في نسب محترمة يليق بتاريخها الوجودي في هذا البلد لسبب من أسباب كينونة لبنان وإنشاء الكيان اللبناني. بس أمير طلال يؤخذ عليك أنه كتلتك هي نواب يعني مسيحية من تكتل لبنان القوي، ويقول الطرف الثاني وليد جنبلاط عنده تقل درزي، عنده 9 نواب، عنده 9 نواب. ليش أمير طلال بده ياخذ وزير؟ ما حدا يعني مختلف على تقل وليد بيك، بس كمان مش مسموح لحدا يختلف على تقلنا بالطائفة الدرزية. تعتبر لديك ثقل درزي؟ هذا الأمر بتركه للناس مش أنا بحدده، لأنه عم ينقل بس إلنا تمثيل بالأرقام أكلم شيب يعني أخذ دبل سكور. إلنا تمثيلنا الطبيعي بالطائفة الدرزية، وإلنا كتلتنا النيابية بالجبل، ونمثل ما نمثل في هذا الموضوع. من ضمن كتلة من تكتل لبنان القوي يقال أنه تكتل عنده كتلة لأنه هن من تكتل المسيحية. تكتل لبنان القوي هو مجموعة كتل نيابية، ونحن عندنا كتلة نيابية بالجبل، وهذا ما تم الاتفاق عليه ما قبل الانتخابات النيابية. أنت اليوم مع حكومة من 20 وزير صح؟ 20 طبعا. بلغت هذا الأمر إلى ماذا؟ قلت لرئيس الجمهورية لأنك التقيته ب 27 تشرين. بلغت فخامة الرئيس أنه هذا الأمر مسألة، بقل لي فخامة الرئيس أنه سعد الحريري طرح حكومة 14. قلت له فخامة الرئيس ليه ما بتكون 16 ويتمثلوا الدروز بوزيرين؟ لأنه بال 14 نحن نسبتنا بتكون 8%، بال16 بتكون نسبتنا 12.5%، وبالتالي من حقنا الطبيعي انه مثل. بجاوبني انه طلع سعد الحريري من ال14 لل18. قلت له 18 كمان فخامة الرئيس بتنزل نسبة التمثيل الدرزي لل5%، وهذا امر نحن بنرفضه بالمطلق. يعني مير طلال عم بتقول هلا امر مهم، وكانه افهم من كلامك انه رئيس الجمهوريه كان في اتجاه انه ينمشى بحكومه 18، لانه قال لك نطلع من ال 14 ل 18. قال لي سعد الحريري كان جاي بفكره ال 14 صح، طلع لفكره ال 18. ايه
هذا الكلام شو واضح. رأيه لرئيس الجمهورية؟ ماذا لا سمعت منه؟ ما أنا قلت لك أنا أبلغت موقفي لفخامة الرئيس، وكان متفهم جدا لوضع التمثيل الدرزي في الحكومة، ومتفهم أنه حق الدروز مش 5% من الحكومة اللبنانية، وعدك اللي هي بأي شيء؟ أوطى نسبي. وعدك بأي؟ أبدا أبدا أبدا. قيل أنه رئيس التيار جبران باسيل واعد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني حضرتك طلال أرسلان هذا الكلام بأنه مش صحيح. ما يمشي إلا ما يتمثل طلال أرسلان. هذا الكلام مش صحيح. ما وعدك تمثيلنا نحن ستنا، نحن عندنا تحالفات سياسية بالبلد مثلنا مثل كل الفرقاء اللبنانيين عندهم تحالفات سياسية، بس حقنا مش تابع لا لفلان ولا لفليتين بتحالفنا السياسي. حقنا الطبيعي مناخده بوجودنا الطبيعي في الجمل، مش مني من أحد ولا هبة من أحد. كمان قيل مير طلال أنه بالوقت اللي كان عم ينحكى أنه اتفق على 18 وزير، يبدو اليوم ما بعرف عادة الأمور اليوم كان في زيارة لرئيس الحريري إلى قصر بعبدة، ما بعرف إذا شكله بعد ما في اتفاق على الحجم، ولكن بمرحلة سابقة كان في أجواء لأنه لا في تسريبات لا من بعبدة. ما تبلغت بشي بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد. حزب الله حليفك ماذا قال لطلال؟ ما تبلغت أي موقف من أحد في هذا الموضوع. ممكن أنه يتخلوا عنك الحلفاء؟ مش موضوع بيتخلوا عني أو ما بيتخلوا عني، كل واحد حر بخياراته، بس أنا بالنسبة لي حق الطبيعي للطائفة الدرزية أن تكون ممثلة تمثيلا صحيحا في أي حكومة ستشكل في البلد. ما عم بكون لك تواصل مع رئيس التيار حكوميا عم بحكي أنا مع حزب أبداً. الله مش عم أبداً تعرف شو عم بصير مير طلال وراء أبداً الكواليس؟ أبداً أبداً أبداً. أنا قلت موقفي وأبلغت موقفي للجميع، وموقفي واضح وصريح في العلن مثل ما هو بالكواليس، ما في شيء مغير عندي. حق الطائفة الدرزية بالنسبة لي حتى بحكومة، بدي أذكرك عمالك تمن روح لبعيد يعني منيح ذكرتيني، حكومة الرئيس حسان دياب ما كان مطروح 18 بوقتها صحيح، كان في خلاف ورجع على مصر. إيه؟ نحن من اللي اقترحنا بوقتها انه لا لازم تكون 20، انطلاقا من حق الدروز بالتمثيل، انه وزير واحد ب 18 كثير بيهبط من نسبة التمثيل الدرزي في الحكومة. حكومة لون واحد كان فيكم تقترحوا مير طلال بدكم اياه لانه كانت حكومة لون واحد. ايه بس طلعناها لل 20 وكان الرئيس دياب كان الرئيس دياب مصر على ال 18، وبالنهاية نحن قلنا انه لا نحن حق الدروز أن يكون لهم وزيرين من العشرين مش واحد من 18. يقال أنه ويؤخذ عليك أيضا أنه المير طلال قطع الاستشارات النيابية الملزمة وغير الملزمة، قطعتها لم تسمي الرئيس سعد الحريري. مش وحدة ما سميت سعد الحريري. مش وحدة ما سميت سعد ليش الحريري. ليش قطعت؟ خليني أبدأ في كتار من ما سموا سعد الحريري. من تقصد حزب الله؟ كتار مش بس لا كتار سعد الحريري أخذ 65 صوت إذا مش غلطان، مش هيك 65 بالضبط 65 إيه؟ طيب ليش قطعت؟ هل هي فعل عندي فعل أسبابي أو فعل؟ عندي أسبابي، بس من أهم الأسباب أنه أنا كان عندي رأي أنه أن نسمي رئيس حكومة آخر، مش لأنه وفد المستقبل لو لم يلتقي لو طلال لو أرسلان في خلدي لم يزر خلدي. وفد المستقبل إن إجا زارني أهلا وسهلا، وإن ما إجا زارني أهلا وسهلا لا بكبرني ولا بصغرني. مش عاتب؟ أبدا أبدا أبدا، ولا حكيت بهذا الموضوع لأنه نشر هيك، ينشر كثير من الامور بالبلد. باطار التسميه اليوم القيادي مصطفى علوش كمان بيقول الحريري يريد حكومه بما امكن من اختصاصيين ويقوم بالتشاور مع القوى التي قامت بتسميته، وهو غير مضطر للتشاور مع القوى اللي لانه هي انطلاقه من اللعبه الديمقراطيه، ما هو مضطر يساعد. هو اختصاصي سعد الحريري؟ ايه هو الاقوى بطائفته. هو الاقوى بطائفته هيدي، ما رجعنا للمزرعه الدولي لما برجع بقول لك ازمه نظام حقيقيه بالبلد، لما بيعمل واحد رئيس حكومه بيعش لطائفته، بس صار للبلد
بطل لطيفته. بس شو يعني الحكومة اختصاص طلال؟ طبعا شو يعني؟ حدا يوضح لنا هذه النقطة. يعني بدنا أنتم وتكتل لبنان القوي بدنا حكومة اختصاصية من رأسها وكل الوزراء. رئيس الحكومة يعني شو لازم يكون دارس لنعرف شو يعني اختصاصي؟ يعني بشو اختصاصي؟ مثل ما بدي أسألك سؤال مثل وزير السياحة بشو بده يكون اختصاصي، أو وزير الداخلية بده يكون اختصاصي بالأمن، مش هيك؟ مطلع بيكون يمكن دخيلك يعني. هيدي النظرية بالبلد كانت نظرية فاشلة. هاي النظرية نحن بعد ما يسمى جبيلة مين المستقل بالبلد لقلك إذا بتركب حكومة أو لا. ما كلنا بنعرف نحن ببلد مسيس من راسه لكعب إجراه. وين بتركب حكومة؟ بالنهاية الكتل النيابية هي اللي عم بتسمي. الاختصاص هو حكر على رئيس الحكومة. تسمية الاختصاصيين هي حكر على رئيس الحكومة. ليش عم بيعمل هيك رئيس ولا الحكومة؟ ولا كل الكتل النيابية لديها اختصاصيين وممكن أن تسمي اختصاصيين؟ أنت في جو مير طلال أنه رئيس الحريري عم بيسمي هو وزراء معينين يعني. طبعا عم بجرب، بس مش رح ينجح أكيد. عم بجرب بمحلات معينة. مسيحيين وزراء مسيحيين؟ مسيحيين وغير مسيحيين، أنه شو في حصل من التركيبة. بس هيدا بالنهاية هيدا البلد. عشو مراهن أنه ما رح ينجح؟ لأنه لحد هلق مبين مقاربة تأليف الحكومة هي مقاربة في عليها كتير اختلاف بالبلد، وما في عليها وفاق بالبلد، ومبين واضح أنه ما في يسمي كتل نيابية تسمي وكتل نيابية ممنوع عليها التسمية. يعني برأيك ما بحق له يخلي الثنائي الشيعي يسمي وما يخلي المسيحيين، أو برضه أحكي طائفيا مع الأسف. بدك تمشي بمعيار. إذا سعد الحريري بده ينقذ حكومته اللي بده يألفها، بده يمشي يحط معيار ويمشي عليه بالبلد على كل الناس. ما في حط صيف وشتي تحت سقف واحد، ما في، ما بتزبط. عم تحكي على وحدة المعايير؟ طبعا انحكى بالمداورة، عم ينحكى كان مداورة. وحكيت قبل شوي عن الدولة المدنية وقلت صح. الرئيس بري طالب فيها. طيب صح. عال ليش اليوم تثبتت حقيبة البالية للطائفة الشيعية؟ هيدي بتكون هيدي منزهة عن المداورة، وبنروح نحن على غير حقائب بنمشي فيها بالمداورة. طب هيدي وين وحدة المعايير؟ لا لأنه ما في وحدة معايير. مش هناك عم قلك لما ما يكون في وحدة معايير الخيال بيلعب بين بالملعب. أنت ضد حصر حقيبة المال بيد الطائفة الشيعية؟ أنت كنت ضد هذا الطرح؟ طبعا أنا قلت لرئيس الجمهورية من وقتها أنه نحن مع المداورة الكاملة بهذه المسألة، ونحن ضد نظرية بالأساس. أنا الكل بيعرف موقفي، أنا ضد نظرية الوزارات السيادية، وهيدي بدعة اخترعوها سنة 92 بعد الطائف بسنتين، مش موجودة لا بالدستور ولا بروحية الدستور ولا بالمحاضر الموجودة. رئيس الجمهورية اقترح أنه ينعطى طبعا، وأنا اللي قلت صح. إذا بتتذكري لما طلعت من عند فخامة الرئيس وقتها أنا قلت أنه ليه ما بتعطى الوزارة ما يسمى بين هلالين الحقائب السيادية للطوائف الصغرى، للمذاهب الصغرى، بلكي بتكون هذا بتكون مؤتمنة كمان وبتكون شريكة في السلطة. هيدي قصة انه سني شيعي ماروني ارثوذكسي محجوزة لهم اربع وزارات سيادية، هيدي بدعة مش موجودة بالدستور. المداورة رح تمشي برأيك؟ لانه في حكي انه رئيس الحريري طرح بالاول مداورة بالحقائب السيادية والخدماتية، والكل كان ماشي ايه، والداخلية والخارجية بيتم التبادل فيها، ولكن يبدو اليوم لا مغير. غير. عندك معطيات انه غير. انا سمعت انه وافق على المداورة في الحقائب الغير سيادية. والحقائب السيادية كل واحد بيحتفظ بالحقيبة اللي عنده. يعني بده الداخلية. في اخوات بالبلد. جنون، حفلة جنون. عم تتهم رئيس الحريري بالاخوات؟ حفلة جنون، ايه طبعا حفلة جنون. وين المعايير؟ هو هيدي الثالث او رابع حكومة عم بألفها.
بالبلد، ما عادش ذاكر كم بوحدي يعني. هي هلا هيدي التالتة من التالتي. ايه في التسوية التالتي أو الرابعة. التالتة عم بحكي أنا، التسوية صار في التسوية، صارت حكومة الرئيس الحالي. لا عم بحكي من 2005. لا مش التالتة، هي الرابعة. الرابعة 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 حلو يتعلم كيف بتتقارب مواضيع الحكومات بالبلد. برأيك بعد ما في شيء متفق عليه حكوميا لحتى اللحظة؟ أنا رأيي القصة مش سهلة. لن نكون أمام حكومة بالأيام القليلة المقبلة؟ مانا شايفها. مانك شايفها؟ مانا شايفها. العقوبات الأمريكية ستدفع حلفاء تيار التيار وحلفاء تيار للتشدد أكثر. مش مسألة عقوبات أمريكية للتشدد أو عدم التشدد. نحن من أول يوم قلنا يجب اتباع وحدة المعايير في مقاربة تشكيل الحكومة، والخلاف على العدد كيف نحن بالنسبة لنا كدروز. أنا أعلنت شو اللي عم فكر فيه. قال وليد جنبلاط علنا في مقابلة تلفزيونية ايه بدنا، ليش ما بتنعطى لنا الصحة أو الشؤون؟ أي حقيبة تريدني الطلال؟ عملي مقابلة مع وليد بيك وسألي. لا عم بسألك عن انطلاقا مما قاله شريكك الدرزي عم بحكي، لأنه قال بدي الصحة أو شو، ماذا تريد؟ هذا هو السؤال. هيدا شأنه. بس أنت ماذا تريد؟ أي حقيبة؟ ما في أي حقيبة؟ أنا بعد ما وصلت لهون أنا عم قول حق الدروز في حجم التمثيل، وبعدين لاحقين على التفاصيل. بس بالأول يثبت حق الدروز الطبيعي في حجم الطبيعي بالبلد. في حال تثبت حجم الدروز يلي هو لن وصل لي نصلي عليه. بس سؤال افتراضي، إذا رحنا على 20 وزير حكومة من 20 وتبدلت اليوم معطيات وبطلنا ماشيين ب 18، هل عندك أي اعتراض إذا كان وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب هو من صلى هو من سيكون لأله؟ لن وصل من صلى عليه. بالاول خلينا نثبت حق الحديث لك بالجمهوريه بتقول ما بيمشي معنا الامور هيك. خلينا طبعا ما بتمشي معنا الامور طبعا. هل طرح عليك مير طلال انه يكون عندك وزير من الحصه المسيحيه؟ لانه لا. لا تقبل في حال كان هذا الطرح. حقنا الطبيعي وما امثل بالطائفه الدرزيه لا تعود الى مزاج احد. يعني هذا طرح غير مقبول لو افتراضي. أنا عم جاوبك بصراحة، عم تسأليني وعم جاوبك. وأنت مع أنه كل وزير حقيبة؟ طبعاً بطبيعة الحال. مش هناك قلت لك وحدة المعايير في مقاربة تأليف أي حكومة. ومش هناك كل ما عم تتأخر الحكومات بالتأليف لأنه في اجتهاد بوحدة المعايير. وفي صيف وشتي على سقف واحد. وهيدي الكل لازم يعرف أنه هيدي عائق كبير أمام تشكيل الحكومات. أنت قلت بتصريح لإلك أنه شنت شوية هجوم على الرئيس سعد الحريري، أنه مين نصبه لحتى هو يروح يفحص دم الكتل النيابية؟ صح. مين مع المبادرة، مين طبعًا. ضد المبادرة طبعًا. ولكن قلت أنه طبعا لأنه ما كان عندهم إلا سؤال واحد، أنت مع المبادرة الفرنسية أو ضد؟ هون صار فيي أحكي هلق بموضوع الحكومة أكيد. أنا رأيي في موضوعين أساسيين سعد الحريري عم يهرب الجواب عم يهرب من الجواب عليهم. اللي هن؟ لرأيي أنا إنه هو أساسيات في تسهيل تشكيل الحكومة. شروط صندوق النقد الدولي أكثر ليه؟ من مقاربة صندوق النقد الدولي، مقاربة ترسيم الحدود. بهو النقطتين ما في وضوح بموقف سعد الحريري بمقاربته. فيج مبهم. بعضهم مبهمين. أي. انا رايي هو اساسيات، سؤالين اساسيات في مقاربه تشكيل الحكومه. شيلي مساله الكتل والحصص ولمين توزع، مين بيمثل مين ومين، هذا شيليها على جنب. هول المسألتين هن أساسيات، وإذا ما جاوب عليهم سعد الحريري بشكل واضح وصريح للشعب اللبناني، أنا بشوف في عوائق جدية بتأخير بتقريب بتسريع عملية التشكيل. يقال أنه التقى الحاج حسين خليل وطرح
يقال هاي معلومات خاصة. ما عندي ما عندك أي معطى أنه طلب أنه ينمشى بخطه مثل ما هي، رفض الحزب ولا ما عندي معطى بهذا الموضوع. معطياتك أنه حزب الله لن يسير في هذه الشروط صح؟ ما عندي معطيات أنه حزب الله ما بيمشي بهذه الشروط، بس عندي معطيات أنه كلنا ما فينا نمشي بشروط غامضة وتحميل الشعب اللبناني المزيد من الأعباء على كاهله. الشعب اللبناني ما بقى يتحمل على الإطلاق، ما بقى يتحمل أي سياسة مالية تنوضع تقلع على كاهل الشعب اللبناني. كما أن مير طلال بيفتكر ب 25 آب قلت أنه المبادرة الفرنسيون ليسوا مع طرح الحريري لرئاسة الحكومة. مش بس الفرنسي. ما الذي تبدل؟ لحظة، ما الذي تبدل لعودة الرئيس الحريري؟ و ما عندي معلومات انه حتى قلق هني ما سموا ما يعني سعد الحريري هو الذي طرح نفسه على هذا الموضوع. ما عندي معلومات بتقول انه الفرنسيين سموا سعد الحريري على رئيس الحكومة، لا أول مرة ولا ثاني مرة. ولا عندي معلومات حتى انه الخليج بده سعد الحريري. لأنه خلينا نتوقف عند هذه النقطة، في معلومات أنه السفير السعودي غادر، ما سمعت فيها، والسفير الإماراتي ما بعرف الأسباب. بس عندي معلومات أنه لا، الخليج ما قال بده سعد الحريري رئيسا للحكومة. طب على ما يتكئ سعد الحريري لو ما عنده برنامج إنقاذي برأيك؟ بفوت بيلقط كرة النار نحن في لهيب، يعني ليش بده رئيس الحريري يجي ويطرح؟ هو مفتكر حاله أنه راجع على حصان أبيض على ظهر صندوق النقد الدولي، وأنا رأيي هذه سياسة خاطئة ولح تكلفه كثير بالسياسة، لأن هي مخاطرة كتير كبيرة عليه، ما في يحملها لا هو ولا أي لبناني في يحملها. هل فشل الرئيس الفرنسي في لبنان؟ أفشلوا الثنائي الشيعي ونادى رؤساء الحكومات السابقين؟ لا، ما بدي أقول أفشلوه، بس أنا بدي أقول لك المبادرة الفرنسية عشو قامت؟ جاوبتك بصراحة أنا بأول الحديث. هل تعتبر كان في ضوء أخضر المبادرة أمريكي؟ المبادرة الفرنسية عشو قامت؟ عم تحكي على صندوق النقد وشروط وتوسع النقد الدولي، هذا الاساس. بس ما كان يبدو في ضوء اخضر امريكاني يعني للفرنسي؟ هلا في حكي كثير انه الامريكان ما كانوا راضين كثير، في حكي بيقول لا انه ماكرون ما عمل المبادره الا بالاتفاق مع الامريكيين. هذا لا هلا مش مبين، لا هلا مش مبين. ترى انه في ارتباط مير طلال بين مساله ترسيم الحدود؟ لانه شفنا لما مشي الترسيم سهل عملية التكليف، كلف الرئيس سعد الحريري. لما تعقدت مفاوضات الترسيم شفنا شوي في مطلب لبناني يرفضوا المطلب الإسرائيلي، عادت الحكومة. ستنا مفاوضات الترسيم هو مسار طويل، ما حدا يتوقع مفاوضات الترسيم بتخلص بجمعة واثنين وثلاثة، بيكون واهم. منه مسار بدء، مسار طويل للتطبيع. لبنان ما في طبع، لا هذا الأمر لا ما في طبع. سنصل إلى نتيجة في هذه المفاوضات التقنية غير المباشرة، بس نتفق على نقطة اللي بدنا ننطلق منها بالبر. إذا ما قدرنا نتفق على النقطة اللي بدها تنطلق منها الترسيم على البر، في كتير علامات استفهام حول المفاوضات. لما برأيك حزب الله أعطى هذه الورقة بكل صراحة؟ لا، أول شيء تخبرك شغلة، المفاوضات أنت بتعرفي أنه نحن بيربطنا بإسرائيل اتفاقية الهدنة تبع 49، وبالتالي التفاوض حول مسألة الترسيم لا تعني لا من قريب ولا من بعيد لا السلام، ولا تعني الاعتراف، ولا تعني التطبيع، لا من قريب ولا من بعيد. تصر على انه ما له طبعا لا ما له علاقه. طيب انا بعد معي دقيقتين بدي اسال شويه اسئله سريعه، واتمنى كمان اجوبه تكون سريعه لاختم انا وياك هذا اللقاء. اذا في هيك اي ما بعرف رساله الى وليد جنبلاط في هذه اللحظه بالذات، عندك اي بعت له رسالة بس باطار الحديث عن رئيس حزب التقدم الاشتراكي، كمان في سؤال يدور بذهني، أنه هو ممثل قوي دورزيا ويعتبر وليد جنبلاط أنه العهد حلفاء العهد أنه كلكم عم بتحاولوا
طوقوا تعزلوا. بدي احكي بل خليني احكي على موقعين مهمين في الدوله اللبنانيه، قائد الشرطه القضائيه كان في صراع عليه شئنا ولا ابينا، ماهر الحلبي، ماهر الحلبي هو لطلال ارسلان ونائب حاكم مصرف لبنان الدرزي، يعني صحيح. اول مره طيب ليش هذه صحيح، بس انا جبت الكفاءات وجبت اللي بيستحقوا بغض النظر. طب حدا قال لا ما حدا غير هيك، انا عمالك عمالك شوي ابدا، انا بالشرطه القضائيه أنا جبت أقدم ضابط درزي، لا يعني هذا الأمر إنه ما كان عندي ضباط آخرين. أوكي. لا لا بتفرق كثير. لا شك لا شك. بتفرق كثير. أنا جبت لا ضميري مرتاح تجاه الدروز وما يمثل الدروز في الدولة. أنا ما جبت محسوبيات. ما جبت محسوبيات. نائب حاكم مصرف لبنان كان من أكفأ السي في تبعه، من أكفأ المطروحين كانوا على هذه المناصب. فأنا ضميري مرتاح، لا ما عملت لا كيدية ولا عملت كان في اتباع سياسي كيدية، إنما أنا ما اتبعته. أنا سميت الكفاءات. خلص وقتي، بس عندي سؤال سريع، هل من رسالة للرئيس سعد الحريري وكمان لرئيس الجمهورية من الأمير طلال أرسلان؟ وحدة المعايير. أنا بدي أشكرك، عاد عندك أي شيء تقوله؟ لتنجحوا في تأليف الحكومة العتيدة وحدة المعايير، وانتبهوا كثير لموضوع الالتزام المسبق بشروط صندوق النقد الدولي. أنا بدي أشكرك على استضافتك لنا في خلدة، شكرا لك على هذا اللقاء، فعلا كان شيق وتحمل أكثر من الوقت، ولكن رح يكون لنا لقاءات أخرى معك أمير طلال. شكرا، بدي أشكر كل فريق عمل الأو تي في من المخرجين والمصورين كلهم على هذا اللقاء. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.